وطبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي هركب ديت. هو في هنا 4 من بدل دولت، انا هركب ديت اهو زي ما انتم شايفين. يعني انا هحاول ان انا اركبهم زي مثلا دي، هحاول اركبها كده هنا اهي. ركبت اول حته هنا، حتتين اهو، والحمد لله اركب كده. دلوقتي بقى انا هركب نصها او تلتها او كده وارجع لكم. وطبعا زي ما انتم شايفين انا خلصت يعتبر نصها او تلتها يعني. فا وطبعا في كل البازل بيكون في عليها forest animal يعني حيوانات الغابة، فبيكون مكتوب كده واحنا نحطها من فوق بس كده، بس لسه ما وصلتلهاش. بس انا عملت اهي، انا عملت الحتة ديت وعملت دي وعملت دي عملت دي، لسه عملت نص زرافة يعتبر. فكمان عملت مثل هذا اللي بعمل اهو، لسه قاعدة بعمل في الايه، في السلحفة. طبعا انا حاول ان اركب دي برضو هنا، لسه بقى قاعدة بركبها مثلا زي دي برضو اهي، ركبتها هنا ودي تركب فين يا ترى بقى؟ تركب هنا، لسه قاعدة بعمل فيها بقى. فانا هكمل هعمل نصها لغاية كده هنا كده وارجع لكم تاني. وطبعا يا جماعة انا يعتبر عملت نصها، لسه مكملتش دولت. بس انا يعتبر بص يا جماعة لقيت ديت الحاجات ديت اهي، لسه بقى بدور. بس انا لقيت ودانها اهي دوت، اسمها برضو يعني تبقى المفروض تبقى فوق كده اهي دوت. اه دي تبقى هنا، نسيت اهي دوت هنا اهي كده. لسه بقى هكملها، و المفروض دي تبقى فوق كده اهوت، فوق خالص تبقى هنا من الناحية دي هناك كده، المفروض تبقى فوق كده خالص. انا لسه بقى قاعدة بعمل فيها. طبعا لقيت الحتة ديت اهي، ولسه بقى بعملها. طبعا لسه ما كملتش الزرافة التانية، بس انا عملت الحاجات دي رجليها وكده. انا لسه بقى مكمل الحاجات دي، ف لسه هكملها وارجع لكم. وطبعا زي ما انتم شايفين فاضل اخر حته اللي بقى كده واحطها هنا وبس، دي خلصت كل البازل اه. وطبعا هي شبه الصوره بالظبط اهي اهي، زي ما انتم شايفين هنا كل صوره زي ما هي، وزرفتين اهو وزرفتين اهو، كل حاجه زيها اهو. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا ريت يكون عجبكم. وبس اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.